السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشركة دي عاملة شوية برامج للمهندسين الإنشائي، حاجات خاصة بالـ FEA والتحليل الإنشائي والديزاين للسلاب، وكمان بتشتغل جوه بعض برامج البيم زي الريفيت. فلو جيت على برودكت هتلاقي برامج كتير جدا، مثلا 3D فيور تقدر تشوف الملفات، في عندك حاجات كتيرة في الداونلود مجاني، عندك هنا فري تولز، الفلور ديزاين، الديناميك تول، 3 دي فيور، السوبر ساب كوبلينج تولز، وفي ادنس تقدر تسطبها جوه الريفت خاصه بالفلور وخاصه بالبوستنشن تولز. هتلاقي فيها فاميليز كتير جدا تقدر انت تسطبها عندك. ولو دخلت على الدوكيومنتيشن هتلاقي شرح لكل التولز ديت وازاي تقدر انت تستخدمها. طبعا من داونلود حمل بقى الحاجات الفيور العادي، وفي حاجات هنا هتلاقيها بفلوس او ممكن تجربها. والميزة ان هو كلهم عاملهم شرح ليهم، دي الحاجات والاسعار بتاعتها، وممكن تطلب منهم نسخة تجريبية بحيث ان انت تجربها لمدة مثلا شهر ولا حاجة، وبعد كده لو عجبتك تقدر انت تشتريها.